تشير دراسة دولية أن العراقيين يواكبون حداثة السيارات، فهم من ضمن سكان 8 دول عربية يقتنون سيارات حديثة. لكن الأمر المختلف في العراق أن الطرق لا تستوعب أعدادا كبيرة من المركبات، ولهذا نرى مشاهد زحمة الطرقات كل يوم. هذا الأمر له انعكاسات خطيرة مع وجود وقود رديء، الاحتباس الحراري وتغير المناخ والتلوث، إحدى أكبر التحديات التي تواجه هذا البلد. وقود الـLPG طاقة صديقة للبيئة، بدأت تستخدم بشكل ملحوظ في محافظة النجف في ظل شحة البنزين عالي الأوكتان ورداءة البنزين العادي. عدسة برنامج يوم جديد تتجول اليوم في ورشة النجف الأشرف لإضافة منظومة الغاز للسيارات، لنتعرف على تفاصيل أكثر من هذا المكان. هنا يتم إضافة منظومة الـLPG للسيارات، حيث تتحول المركبة إلى صديقة للبيئة باستخدام طاقة نظيفة. وبلغة الأرقام فإن سعر اللتر الواحد من غاز الـLPG يعادل نصف سعر البنزين العادي وثلث سعر البنزين عالي الأوكتان. منظومة الغاز منظومة جيدة وراقية وأفضل من البنزين بهواية. احتراقها صديق للبيئة، أضرار للبيئة ماكو، السيارة تبقى محافظة على وضعها، لا إدوينت، لا خطورة على المحرك، دهن المحرك، زيت المحرك يبقى نظيف، المحرك يبقى نظيف، الإصراف السيارة أقل بهواية من البنزين. ناهيك عن سعره، سعره أقل من سعر البنزين بنص، سعر البنزين العادي 450 والمحسس 150، وهو سعره 200 دينار سعر الغاز اللي بالسيارات موجود. ومنظومة إيطالية، منظومة راقية. طبعا تبديلة منظومة الغاز عندنا نواحي اقتصادية، هي الناحية المادية اللي توجهنا لتبديل منظومة الغاز، اللي أول شيء أرخص نسبة للبنزين المحسن، وأيضا عندنا قضية البنزين المحسن. قبل شهرين أو 3 أشهر صارت عندنا أزمة محطات البنزين اللي يتوقف بها البنزين، فعندنا نسبة الأوكتان بالبنزين طبعا 97 مثل ما يقال، أو 65 اللي هو اللي ترند الصحيح هو 65. جينا المنظومة الغاز لقينا نسبة الأوكتان بها 110 أو 105 مثل ما يقال. نجاح هذه التجربة في العراق أدى إلى تزايد الطلب على إضافة هذه التقنية إلى المركبات، إلا أن الورشة الوحيدة في المحافظة بدأت لا تستوعب الأعداد الكبيرة من السيارات، وقد يصل الحجز لديها لأكثر من 5 أشهر. بدأ يصير عندنا إقبال متزايد جدا وإقبال هائل من المواطنين على إضافة منظومات الغاز السائل لسياراتهم، من بعد ما سمعوا نجاح هذه التجربة من المواطنين اللي سبقوهم هذه التجربة. لذلك بدأ نظام الحجز المسبق عندنا. لذا ارتأت وزارة النفط الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز أن تطور من المشروع تماشيا مع زيادة أعداد إضافة منظومات الغاز السائل للسيارات، بفتح ورش جديدة ومنافذ للغاز جديدة أيضا. من نضيف المنظومة للسيارة المعنية للمواطن راح يصير هناك خطين، خط غاز وخط بنزين. باللعب العامية نقول إذا ما عجب الغاز المواطن كوباس ما يمه أوتوماتيكياً يحول من الغاز إلى البنزين. هناك إقبال جداً عالي للمواطنين. بدأت المشروع، هناك كانت تلكئات تخوف من قبل المواطنين، حالياً في تزايد وإقبال جداً عالي. حالياً هناك أكثر من 22 مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي في أكثر من 80 بلداً حول العالم، إذ يعتبر بديلاً نظيفاً وصديقاً للبيئة وذات تكلفة أقل بكثير من البنزين والديزل، وربما سيكون الوقود البديل في المستقبل القريب. أحمد الحسين، قناة الرشيد، النجف الأشرف.